يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، لمائل البرودة في آخره على شمال البلاد، ذلك أيضاً على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.